مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن وضع الأطفال في اليمن بعد عامين من الحرب. خلال عامين من الحرب تعرض الأطفال لأسوأ تجربة على الإطلاق، مع سقوط مئات الضحايا نتيجة الأعمال العسكرية والهجمات التي يتعرض لها المدنيون، وكانت تأثيرات الحرب تنعكس على جميع جوانب الحياة. ففي تقرير حديث نشرته منظمة اليونيسف قالت إنه تعذر على 350 ألف طفل الالتحاق بالدراسة العام الماضي بسبب استمرار العنف وإغلاق المدارس، وبذلك يقفز إجمالي عدد الأطفال الذين هم خارج المدارس في اليمن إلى أكثر من 1,000,000 طفل. ويؤكد أحد مسؤولي المنظمة أن الأطفال خارج المدارس أكثر عرضة لخطر التجنيد والانخراط في القتال، مؤكدا أن المنظمة تمكنت من التحقق من تجنيد أكثر من 1,200 طفل. وضع الأطفال بعد عامين من الحرب وجهود المنظمات المحلية والدولية في التخفيف من معاناة الأطفال ستكون محور حديثنا لهذا المساء، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. تقل أعدادهم، في المقابل تزداد أعداد من كانوا زملائهم يوما ومن كانوا يحملون نفس حلم مستقبلهم الماثل بين جنبات الكتب وهذه الأحرف المكتوبة هنا، وأصبحوا اليوم خارج حدود هذه الفصول الدراسية. الأطفال في اليمن لا يكبرون، فالبعض منهم فقد حياته جراء رصاصة أو قذيفة ما، والآخرون صاروا يتخذون السلاح بديلا للقلم. 2,000,000 طفل يمني لم يلتحقوا بالمدارس، نسبة منهم انضموا إلى صفوف المقاتلين في جبهات القتال وفق ما قالته منظمة اليونيسف، والتي أوضحت بالأرقام إن 350 ألف طفل لم يتمكنوا من الالتحاق بمدارسهم العام الماضي جراء استمرار المعارك والعنف حسب وصفها في اليمن، مما يرفع إجمالي الأطفال خارج المدرسة إلى 2,000,000 طفل. الأمم المتحدة استطاعت التحقق من تجنيد أكثر من 1,000 طفل بعضهم لا يتجاوز 8 من العمر. منظمة اليونيسف ومع انطلاق العام الدراسي الجديد دعت إلى تأمين المدارس في اليمن، وحثت كافة أطراف النزاع على حماية المدارس، وطالبت بتوفير 34,000,000 دولار لبناء وإعادة تأهيل المدارس المتضررة وتوفير وسائل التعليم اللازمة، إلى جانب تدريب المعلمين لتقديم خدمات الدعم النفسي. وأضافت بأن أكثر من 2,000 مدرسة في مختلف أنحاء البلاد لم تعد صالحة لاستخدام، لدمارها أو لتحولها لمساكن للنازحين أو استخدامها لأغراض عسكرية. كل هذا يجعل التعليم في اليمن المتضرر الأكبر من الحرب وتبعاتها. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ هذه الحلقة مع ضيفنا من صنعاء المتحدث باسم اليونيسف الأستاذ محمد الأسعدي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. عامين من الحرب، إذا تحدثنا عن واقع الطفولة في اليمن ما هو؟ إذا أنا أقول أن هذا العامين الذين مضت على اليمن كانتا من أسوأ الأعوام على الإطلاق. الأطفال دفعوا ثمنا باهظا، سواء كان بحرمانهم من حقهم الأساسي في التعليم أو بتضررهم بشكل مباشر عن طريق القصف أو والموت والإصابة والتشويه، أو عن طريق انهيار المكتسبات التي تحققت في مجال مكافحة سوء التغذية والصحة وغيرها. هذه الحرب أتت على أزمات مزمنة كانت تعيشها اليمن وضاعفتها وزادت منها سوءا. على سبيل المثال، قبل هذه الحرب كان لدينا 1,500,000 طفل خارج المدارس بسبب الفقر وسبب التخلف التنموي وضعف البنية التحتية في البلاد وسوء النظام التعليمي أو ضعفه. الحرب أضافت إلى هذا الرقم ما يزيد عن 375 ألف طفل، بمعنى أن أصبات لدينا الآن 2,000,000 طفل خارج المدارس. هذا رقم كبير جدا، ويعني أننا لدينا جيل نكاد أن نخسره وأن نفقده من أبناء هذا الوطن. هذا الجيل كان معنيا ببناء البلاد وإعمار البلاد وخلق ثقافة التعايش بدلا من ثقافة القتل والاحتراب القائمة حاليا. نعم، هؤلاء 375 ألف الذي تحدثت عنهم وذكرتموهم في تقريركم أصبحوا الآن خارج التعليم هذا العام، كيف يتم إذن التعامل مع مشكلة هؤلاء؟
بالتأكيد تقوم منظمة اليونسيف بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومكاتب التربية في مختلف المحافظات والمديريات بتوفير فصول دراسية بديلة، إما بإعادة ترميم المدارس وإعادة تأهيلها بشكل مباشر وخصوصا ذات الأضرار البسيطة والطفيفة، وأيضا توفير فصول دراسية مؤقتة كالخيام، وتوفير الأثاث المدرسي وتوفير الكتاب المدرسي. فعلى سبيل المثال في العام الماضي، العام الدراسي الماضي، استطعنا أن نساعد 575 ألف طفل على الأقل من خلال خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وأيضا تدريب 4000 معلم وتوفير الحقائب المدرسية لأكثر من 350 ألف طفل، وتوفير أيضا القرطاسية لهم، ودعم أيضا على عملية الاختبارات الشهادتين العامة الثانوية والأساسية. نعم. هذا الدعم رغم حجم كبر حجم الدعم إلا أنه يظل أقل من الاحتياج المطلوب. الاحتياج كبير ومهول ويتسع يوما بعد آخر. ولدينا مشكلة جديدة الآن تتخلق في هذه الأيام، أن المعلمين لم يعودوا قادرين على استلام رواتبهم، وبالتالي إذا حضر الطلاب إلى المدارس لن يتمكن المعلم من الحضور إلى المدرسة بسبب عدم قدرة حصوله على أجوره، وهو مصدر العيش الوحيد الذي يعول به أسرته. نعم. إذن التحديات متداخلة ومعقدة، تجعل من الأطفال أكثر الضحايا والأكثر حرمانا. نعم. والأكثر عقابة من هذه الحرب التي لا طائل لهم، لا ناقة لهم بها ولا جمل. نعم. إذا ما استمرت يعني هذا النقطة الخطيرة التي ذكرتها أستاذ محمد بعدم صرف رواتب هؤلاء المعلمين الذين يقومون بتدريس هؤلاء الطلاب الذين يحضرون إلى المدارس في ظل هذا الوضع الصعب، هل هناك مثلا خطة في اليونيسف أو منظمات إنسانية ربما توفر ولو الحد الأدنى من الأجور لهؤلاء المعلمين؟ لا أستطيع أن منظمة دولية أو مانح معين يستطيع أن يوفر الرواتب المعلمين أو يقوم بعمل الدولة. الدولة لابد أن تقوم بمهامها ومسؤوليتها تجاه هذا القطاع الحيوي والهام. بالتأكيد سنساند، مهمتنا في منظمة اليونيسف ومنظمات الدولية والمنظمات المجتمع المحلي والمانحين أن تساند جهود الدولة والحكومة ولا أن تكون بديلا لها. نعم. من الأهمية بمكان أن تقوم الدولة بدورها الرئيسي والأساسي بتقديم الخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للأطفال والمواطنين في كل ربوع اليمن، من شمال البلاد إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. نعم. دون استثناء أو تمييز، ودورنا أن نساعد ونساند هذه الجهود ونقدم ما يمكن تقديمه ونسد الفراغات ونحاول أن نتجاوز المشكلات والتحديات التي تواجه الحكومة. ولكن أريد أن أقول أن أجمل هدية يمكن أن تقدمها أطراف الصراع في اليمن للأطفال مع بداية هذا العام الدراسي الجديد هو إيقاف هذا الصراع وإيقاف هذا النزيف الدم القائم والتوصل إلى حل سلمي يتيح للأطفال من الحصول على حقوقهم الأساسية في التعليم وتوفير مسارات آمنة لهم للوصول من منازلهم إلى المدرسة والعودة إلى منازلهم. نعم. أستاذ محمد، ذكرت بأنه في تقريركم في اليونيسف أن أكثر من 2 مليون طفل خارج المدارس. أنت الآن تتحدث ربما عن رقم 375 ألف طفل ربما توفروا لهم الحد الأدنى للالتحاق بالتعليم. بقية الطلاب والأطفال يعني ما يقارب 1,700,000 طفل، وضعهم كيف؟ هل هؤلاء سيظلوا طي الكتمان والحرمان من التعليم؟ سبق وأن قلت لك أن 1,500,000 طفل هم من قبل هذه الحرب هم خارج المدارس بسبب الفقر والتخلف التنموي الذي تعيشه البلاد. وبالتالي المسألة ليست مرتبطة بدعم وتوفير الدعم المباشر لهؤلاء الأطفال. بالتأكيد لدينا الرغبة أن يحصل كل طفل دون استثناء على حقه في التعليم، وخصوصا الفتيات وخصوصا الأطفال الأكثر حرمانا وفي المناطق النائية والبعيدة التي لا تصل إليها الخدمات بشكل سريع. نعم. نستطيع أن ندعم ونوفر كل ما يمكن توفيره لمكاتب التربية في المديريات وفي المحافظات المختلفة بحيث تضمن بقاء الأطفال في مدارسهم. ولكن الأسر الأطفال والوضع الاقتصادي والفقر واحتياج الأسرة لمساندة أطفالها سواء ببحث عن لقمة العيش أو العمل في المزارع أو العمل في الصيد. نعم. أو غيرها من الأعمال تجعل من الأسر تقدم أولوية لقمة العيش على التعليم. نعم. وهذا أمر لا نستطيع أن نقوم بحلول. نعم. كبيرة بهذا الحجم. نعم. إذن أفهم من كلامك أستاذ محمد بأن الذين ربما من الأطفال انحرموا من التعليم وأصبحوا خارج التعليم هو الرقم الذي يتراوح ما بين من 300 إلى 400 ألف طالب فقط، أما بقية العدد هؤلاء لم يلتحقوا من المدارس حتى قبل الحرب. صحيح إلى حد ما، ولكن
350 ألف طفل حرموا بشكل مباشر بسبب الحرب. بمعنى أن مدارسهم إما تضررت بشكل مباشر، تضررت جزئيا أو كليا، أو تستخدم من قبل جماعات مسلحة لأغراض عسكرية، أو تستخدم كمأوى للنازحين، أو أن في مناطق يحتلم فيها الصراع ولا يتمكن الأطفال من الوصول إليها. وهناك أكثر من 1000 تعيش هذه الظروف. ولكن المليون والخمسمائة ألف طفل هؤلاء خارج المدارس. لدينا خطط وبرامج مكثفة نقوم بها مع وزارة التربية والتعليم بحيث يتم استيعابهم، ولكن كيف يتم استيعابهم؟ يجب أن نوجد حلول للأسر، والحلول للأسر تأتي عن طريق على سبيل المثال واحدة من الحلول دعم صندوق الضمان الاجتماعي الذي توقف من مارس 2015 حتى الآن. الأسر هناك 7 مليون مستفيد من خدمة الضمان الاجتماعي، كان كثير من هؤلاء المستفيدين يوفرون اللقمة الأساسية أو يوفرون الدفتر والقلم للطفل بحيث يتمكن من الذهاب للمدرسة. مع انقطاع هذا صندوق الضمان الاجتماعي وعدم توفير المعونات النقدية للفقراء، الناس أصبحوا معوزين وينعكس بشكل مباشر على الأطفال وتعليمهم. طيب وينعكس على شكل الأطفال وتعليمهم. العدد الأكبر أستاذ محمد من هؤلاء الأطفال في الوقت الحالي أين يتركز؟ في أي محافظات؟ المحافظات الأكثر تضررا هي تعز، خصوصا أن الحرب مستمرة فيها. المحافظة صعد أيضا تعرضت كثير من المدارس إلى القصف، وأيضا أصبحت غير صالحة للعمل. أيضا هناك مناطق مثل في مأرب، مناطق في الجوف، مناطق في البيضاء، مناطق في شبوة، مناطق في الضالع، في مناطق كثيرة جدا متنوعة ومتوزعة. عندما نتحدث إحنا لا نتحدث جغرافيا، نتحدث عن طفل أينما وجد ينبغي أن يتوفر له كافة حقوقه من حماية ورعاية وصحة وتغذية وتعليم ونماء ومياه صالحة للشرب وغيرها من الخدمات. طيب أستاذ محمد، أنتم في اليونيسف هل تصلوا إلى هذه المحافظات أم يقتصر عملكم على أماكن معينة، مثلا مثل محافظة صنعاء، العاصمة صنعاء وما جاورها، أم تصلون إلى الجوف، إلى تعز، إلى مأرب، إلى الأماكن الأخرى؟ الحمد لله نستطيع أن نغطي مختلف محافظات الجمهورية. قبل أيام انتهينا من حملة وطنية متكاملة لتقديم خدمات الصحة والتغذية في 333 مديرية، وهذا يعني كل مديريات اليمن، بمعنى أننا نعمل في كل مكان. ولكن في بعض المناطق نجد صعوبات كثيرة بتكثيف برامجنا بالوصول إلى المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة مثل تعز، بعض الأحياء والمناطق التي لا يمكن للزملاء في الميدان أن يصلوا إليها، أو للزملاء المنفذين أن يقدموا الخدمات، إما لانعدام الأمن أو لأن الأطراف المتصارعة لا توفر سبل الوصول إلى المتضررين والأشخاص في دوائر الصراع. لكن بشكل عام نحن نستهدف كل الجمهورية، الأماكن التي نستطيع أن نعمل فيها بحركة سريعة نقدم فيها كل البرامج وبحركة سريعة ومكثفة، والمناطق التي لا نستطيع الوصول إليها نعمل بمسارين، مسار التفاوض مع أطراف الصراع بحيث نوفر ونسهل سبل الوصول للمتضررين، والمسار الثاني إيجاد بدائل وحلول ابتكارية بحيث يستطيع الزملاء في الميدان من المنفذين والشركاء المحليين تقديم الخدمات كتقديم المياه وتقديم المعونات النقدية. على سبيل المثال في تعز في المناطق المحاصرة والمناطق التي تشهد مواجهات مسلحة نقدم مياه لعشرات آلاف المواطنين يوميا، أكثر من 300 ألف لتر يوميا يقدم في تعز في مديرية القاهرة والمظفر وصالة وأيضا التعزية. عملنا على إعادة تأهيل آبار المياه، عملنا على إيجاد فصول دراسية بديلة للأطفال سواء كانت في المساجد أو في البيوت أو في أماكن عامة. هناك حلول ابتكارية نقدمها ولكنها ليست مثالية بالتأكيد. أستاذ محمد، يعني قبل أن أودعك، تحدث البيان الصادر عنكم أن هؤلاء قد يلتحقوا الأطفال الذين أصبحوا خارج المدارس بالأعمال القتالية، يعني أنتم في اليونيسف هل لديكم برامج قائمة الآن لمواجهة قضية تجنيد الأطفال؟ بالتأكيد، هذا واحد من أكبر اليمن خلال منذ تدويل الحرب في 23 من مارس 2015 واستقل أكثر من 1200 حالة لأطفال تم تجنيدهم، وهذا مقارنة بعام 2014 زيادة بما يزيد عن 700% أو أكثر، ربما 800%. هي مؤشرات تدل على حجم المشكلة واتساع رقعة هذه الأزمة. مسألة تجنيد الأطفال مرتبطة بأسباب مختلفة، إما للتجييش والحشد الشعبي والديني والجماهيري والدفء الوطني وغيره، أو حالة الفقر التي يعاني منها الناس، وبالتالي يصبح التجنيد مصدر استرزاق للأسر،
أو أحيانا الضغط وأحيانا أخرى الانتقام والثار وغيره. نعم. فالمسألة أيضا معقدة ومرتبطة بأسباب مزمنة وأسباب ناتجة عن هذه الحرب والصراع القائم. نعم. نقدم برامج دعم نفسي واجتماعي، نقدم برامج مناصرة وضغط مع أطراف الصراع، نتواصل كثيرا مع أعضاء السلك. نعم. الدبلوماسي من الدول الضاغطة على أطراف الصراع، نقدم برامج بديلة للأطفال الذين تم تسريحهم من قبل قوات التحالف أو قبل أطراف الصراع. نعم. وتوفير دعم نفسي واجتماعي وإعادة دعمهم في المجتمع. نعم، تفاعل المجتمع الدولي ودعمها للاحتياجات التي تريدونها. أنت يعني ذكرتم في التقرير أنكم بحاجة إلى أكثر من 30 مليون من أجل الالتزام أمام احتياجات الطفولة في هذه الفترة. هل هناك تفاعل كبير من المجتمع الدولي، من المنظمات الداعمة للطفولة في اليمن؟ المبلغ الذي تحدثت عنه هو 34 مليون احتياجاتنا لهذا العام فقط في قطاع التعليم فقط. نحن نحتاج في عام 2016 بحسب خطة الاستجابة الإنسانية لليونيسف ما يزيد عن 180 مليون دولار لنساعد ملايين الأطفال في مجال الصحة والتغذية والمياه والإصلاح البيئي والتعليم وغيرها والحماية وغيرها من الخدمات الأخرى. نعم. أما استجابة المجتمع الدولي والعالم، نعتقد أن العالم لا يزال قصير النظر ولا يعطي الأزمة اليمنية والوضع الإنساني في اليمن اهتماما كاملا، سواء كان الإعلام العالمي أو كان صناع القرار وأصحاب القرار. نعم. في العالم ينبغي أن يكون الإعلام المحلي إعلام يقدم الإنسان على المواقف السياسية، وبالتالي يستطيع أن يقدم رسالة تؤثر في صناع القرار سواء كانوا مانحين أو صناع قرار سياسي. أشكرك جزيل الشكر للمتحدث باسم اليونيسف الأستاذ محمد الأسعدي، كنت معنا من صنعاء. ينضم إلينا الآن من صنعاء أيضا رئيس منظمة سياج للطفولة الأستاذ أحمد القرشي. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. يعني إذا تحدثنا عن واقع الطفولة من منطلق عملكم الميداني، أشد التأثيرات التي جاءت بسبب الحرب وانعكست على الأطفال في اليمن في الوقت الراهن ما هي؟ للأسف الشديد الأطفال هم أكثر المتضررين من الحرب في اليمن، وتضاعفت مشكلة الأطفال في اليمن منذ العام 2014 أو آخر العام 2014 إلى الآن، ربما يعني 10 أضعاف ما كانت عليه قبل هذا، رغم أن هذا الوضع الإنساني للأطفال ووضع حقوق الطفل في اليمن كانت يعني مهدرة ومدمرة بشكل كبير جدا، لكنها ازدادت سوءا بشكل مضاعف في الفترة أو السنتين الأخيرتين. أنا أبدأ من حيث انتهى الأستاذ محمد الأسعدي. نعم. إلى أن الدول ومتخذي القرار وصناع القرار على المستوى العالمي والمهتمين باليمن لا يزال نظرتهم قاصرة، ولا يزال هناك تدني كبير في الاهتمام بالأزمة اليمنية وبالفئات الضعيفة والأضعف كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. أنا أوجه مناشدة عاجلة عبر قناتكم إلى سرعة يعني إغاثة الأطفال والنساء في إقليم تهامة أو في مناطق تهامة، لأنها الآن هناك مجاعة تجتاح هذه المناطق بشكل كبير جدا وواسع جدا، وهناك تدني أيضا في مستوى الاهتمام الإعلامي. أنا أدعو أيضا الزملاء الإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة وبجميع اللغات إلى التركيز على هذه المشكلة الإنسانية الكبيرة التي تفتك بحياة يعني عشرات الأطفال يعني شهريا، وتفتك بهم بصمت، لا يوجد توثيق ولا يوجد متابعة ولا يوجد اهتمام إعلامي بالشكل حتى في الحد الأدنى. هذه مشكلة كبيرة. أنتم كمنظمة أستاذ أحمد، أنتم كمنظمة وتعملون في هذا المجال وفي هذا الحق، إذن لماذا لا توثقون أنتم وترفعوا تقارير لما هو حاصل في اليمن وعلى وجه التحديد كما ذكرت في يعني في الحديدة؟ ليست مشكلتنا في اليمن في مشكلة المعلومة يعني بشكل مباشر، خاصة للذين يريدون أن يقدموا خدمات. ما أذكرها وما أشير إليه أنا ما يتعلق بالتوثيق هو للضغط والمناصرة وليس لعدم توفر معلومات. هناك معلومات يعني كبيرة جدا عن حالة الأطفال، سواء أن الأطفال الذين تعرضوا لمجاعة والأطفال الذين تعرضوا للقصف في تعز وفي صعدة وفي حجة وفي صنعاء وفي كثير من المناطق وقتل الأطفال. هناك يعني تضاعفت نسبة الأطفال الذين يلتحقون بجماعات المسلحة بقصد الحرب وكنوع من البحث عن فرص عمل، تضاعفت بنسبة كبيرة جدا جدا ومخيفة جدا. هناك يعني قرابة 4 ملايين طفل غير قادرين على الذهاب على إلى المدارس. نعم. والنسبة نتوقع أنها هذه السنة سوف تزداد بشكل كبير جدا في ظل توقف التعليم في بعض المحافظات. نعم. وانهيار العملية التعليمية.
وتفكك المنظومة التعليمية بشكل كبير. أمام هذا الوضع الكارثي أستاذ أحمد، نعم، أمام الوضع الكارثي الحاصل الآن في اليمن، كيف تقيم أداء المنظمات المعنية بهذا الشأن كاليونيسف وغيرها من المنظمات التي ربما تعمل وتهتم بهذا الجانب؟ للأسف الشديد رغم ما تبديه بعض المنظمات وبالذات المنظمات الدولية من تقديم مساعدات، ولكن هذه المساعدات وهذه التدخلات لا تزال أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب في جميع المجالات، سواء الحماية أو الإغاثة الطارئة أو التعليم أو غيرها. لا يزال الوضع يعني أو هذه الخدمات متدنية جدا. ما نأسف له كثيرا بأن منظمات المجتمع المدني أخضعت بشكل كبير جدا إلى يعني أجندة المتحاربين في جميع الأطراف، وأصبحت منظمات المجتمع المدني بين خيارين، إما أن تكون تابعة للطرف المسيطر على الأرض وهذه يمكن أن تحصل على تمويل لبعض أنشطتها، أو تكون مصنفة بأنها معادية أو غير تابعة وهذه يستحيل أن تحصل على تمويل مهما كانت مهنيتها ومهما كان عملها. وهذا يعني يعتبر مشكلة كبيرة جدا في ظل انهيار مؤسسات الحكومة الرسمية المعنية وفقا للقانون بالبلد. في ظل انهيار هذه المؤسسات الحكومية يبقى الدور في جميع البلدان التي فيها مشاكل مثل ما في اليمن على منظمات المجتمع المدني سواء الدولية أو المحلية. المنظمات غير الحكومية هي البديل المناسب في الأزمات، لكن للأسف الشديد يعني ما ضاعف مشكلة اليمنيين أن منظمات المجتمع المدني أصبحت جزء من المعركة وأصبحت يعني مصنفة، وأصبح يعني حصولها على التمويل ولا أقول جميعها ولكن نسبة عالية جدا جدا من المنظمات هي خاضعة لسلطة الأمر الواقع في مناطق الصراع في اليمن. نعم. وسلطة الأمر الواقع تفرض أجندتها وتفرض يعني قيودها وتفرض معاييرها على يعني منح أو منع الدعم والتمويل لمنظمات المجتمع المدني، وهذا تسبب في إعاقة وشل حركة المنظمات وقدرتها على أن تقوم بدورها الإيجابي، وتسبب أيضا في حرمان قطاع واسع من المستفيدين من خدمات الكثير من المنظمات والجمعيات الخيرية على مر السنوات الماضية. أصبحت هذه المنظمات والجمعيات مشلولة وغير قادرة على أداء مهامها، وهذا تسبب بمشكلة كبيرة، وهذه ربما واحدة من الأسباب التي نتج عنها ما نراه اليوم من مجاعة. نعم. في إقليم تهامة. نعم. وما نراه من مشاكل يعني للأطفال وعدم حماية في بعض المناطق التي تتعرض للقصف وللتدمير. هناك نقطة أخرى. نعم. هناك نقطة أخرى أستاذ أحمد ربما أكثر أهمية، أن هؤلاء الأطفال الذين أصبحوا خارج المدارس وأصبحوا يعانون من الوضع القائم في البلد هم الأكثر عرضة للالتحاق بالأعمال القتالية. ربما منظمتكم سياج هي من أكثر المنظمات اهتماما بمتابعة إحصائيات عدد الأطفال الملتحقين بالميليشيا بالجماعات المسلحة بجبهة القتال. ضعنا بصورة عن أرقام وأعداد من يلتحقون بالجبهات وهم من الأطفال. نحن حذرنا منذ العام 2015 ولا زلنا نحذر من أن انهيار العملية التعليمية في اليمن ويعني عدم قدرة الأطفال على الحصول على حقهم في الحماية سيترتب عليه انخراط الكثير من هؤلاء الأطفال، يعني تسربهم من المدارس وانخراطهم أو انخراط نسبة كبيرة منهم في صفوف الجماعات المسلحة. هناك عملية استقطاب واسعة تركز على المراهقين والأطفال بشكل مباشر، وهناك التحاق من قبل الأطفال مع الجماعات المسلحة بمختلف توجهاتها سواء من هذا الطرف أو ذاك، وهذا يعني لا يشكل مشكلة فقط في الوضع الراهن، ولكن المشكلة الأكبر ستكون أمام اليمن وأمام الحكومات القادمة في أن هؤلاء الأطفال الذين يتركون التعليم ويلتحقون بالجماعات المسلحة ومرشحون للالتحاق بالجريمة المنظمة وبأسوأ أشكال عمالة الأطفال سوف يصبحون عبئا أمنيا واقتصاديا ويعني وحتى فكريا على البلد بشكل عام، وسوف نعاني من يعني استمرار اتساع دائرة العنف والمشاكل. هناك اتساع كبير جدا الآن لثقافة العنف والتنمر والعدوانية بين الأطفال، حتى في داخل المدارس الأطفال يحملون أسلحة بيضاء ويحملون يعني ويتعصبون ضد بعضهم ويحاكون ما يحدث في الواقع من عمليات قتل وتدمير و يعني من اعمال يعني اجراميه واعمال ومشتريات. نعم. هل تبنيتم هذا الاتساع في نسبه الاطفال الذين يعني غذيت يعني افكارهم بثقافه العنف والتمييز على اساس قاطي وعلى اساس يعني على اسس اخرى لم تكن موجوده في المجتمع اليمني بهذا الشكل. نعم. الكبير والمخيف يعني ستنسحب بلا شك على الوضع في البلد امنيا واقتصاديا خلال الفتره في الماضيه القادمه.
نعم. لأن هؤلاء الأطفال الآن سيصبحون هم رجال ونساء الغد، وبالتالي بالتأكيد يعبؤون بثقافة العنف والكراهية والتمييز ضد بعضهم. هل تبنيتم نعم هل تبنيتم برامج لتوعية هؤلاء الأطفال في المدارس أو في الأحياء السكنية أو في القرى والمناطق التي ربما لكم القدرة الوصول إليها، وأيضا توعية أهاليهم بعدم السماح لهم بالذهاب للجبهات أو الزج بهم تحت التهديد للالتحاق بالجبهات؟ للأسف الشديد نحن منذ ربما نهاية بداية العام 2016 لم نستطع أن نمارس أي دور أي نشاط كالمعتاد، كوننا نحن ربما أكبر منظمة لحماية الطفل في الجمهورية اليمنية، وربما يعني على المستوى المنطقة العربية فيما يتعلق بحماية الأطفال في الصراعات المسلحة قدمنا مقترحات لبعض الجهات المانحة، لكن للأسف الشديد هناك قيود على حرية المنظمات المانحة، وهناك يعني معلومات يعني دقيقة بأن المنظمات المانحة لا تستطيع أن تخالف أطراف الصراع في أن تسند البرامج والمنح، ونحن نتمنى أن يتم التحقق وأن يتم الإصلاح عن مدى صحة هذه المعلومات، هل فعلا المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة خاضعة في مناطق الصراع إلى سلطة الأمر الواقع وتأتمر بأمرها ولا تستطيع أن تسند أي مشروع أو يعني تدفع أي تمويل لمنظمة غير حكومية وطنية إلا إذا كانت يعني مرضيا عنها. نحن نتمنى أن تصبح منظمات الأمم المتحدة كونها هي الداعم بعد توقف البعثات الدبلوماسية وبعد توقف المنظمات الدولية التي كانت داعما وسيطا للكثير من المنظمات المدنية، أصبحنا يعني بنسبة كبيرة جدا جدا يعني الدعم يأتي عبر منظمات الأمم المتحدة. نتمنى أن منظمات الأمم المتحدة يعني تفصح عن هذا الأمر وتقول لنا، لأنه حتى لا نتلقى الرد، يعني عندما نبعث برسائل نبعث بمقترحات لمشاريع ونحن لدينا شراكة يعني وخبرة عميقة مع الأمم المتحدة يونيسف وغيرها، للأسف حتى لا نتلقى الرد ولا ندري يعني ما هي الأسباب حتى الآن، وهذا شل حركتنا. نحن يعني نتلقى بشكل يومي تقريبا بلاغات عن أطفال تعرضوا لعنف جنسي، تعرضوا للقتل، تعرضوا لكذا، ولا نستطيع أن نقدم شيء يعني في ظل الوضع المتردي وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتكاليف الحياة، لا نستطيع أن نكلف محامي للدفاع عن طفل، لا نستطيع أن نرصد ونوثق كما كنا في السابق، يعني كم فرز وتصنيف منظمات المجتمع المدني. للأسف الشديد نتمنى على سلطة الأمر الواقع في أي من أطراف الصراع أن تراجع يعني سياساتها في هذا الشيء وتعتبر أن وجود منظمات مدنية غير حكومية غير مصنفة عليها أنها تعتبر يعني شهادة لها ونقطة إيجابية في صالحها وليس ضدها. أشكر جزيل الشكر رئيس منظمة سياج للطفولة الأستاذ أحمد القرشي، كنت معنا من صنعاء. الشكر أيضا للأستاذ محمد الأسعدي المتحدث باسم اليونيسف في اليمن. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحية ومعد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، نلقاكم على خير، السلام عليكم.